أيضا حول ذات الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى حمزة الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. مساء الخير دكتور مصطفى، أهلا بحضرتك معنا في هذا النقاش. يعني بعد أن تابعنا تقريبا على الهواء مباشرة بعض اللقطات عن يعني إحباط وزارة الداخلية وقوتها للمخطط الإرهابي الذي تابعناه بالأمس في الأميرية، ماذا نعرف دكتور مصطفى عن هذه المجموعة؟ ما هي هذه المجموعة؟ ما هي أهدافها؟ طبعا في البداية بعزي أنفسنا ونعزي المصريين جميعا في شهيد الواجب نحسبه كذلك إن شاء الله المقدم محمد، ونسأل الشفاء العاجل بإذن الله من الله للمصابين. يعني هذه المجموعة زي ما ورد في بيان الأمن الوطني أو بيان وزارة الداخلية ان الهدف كان واضح جدا، ان هم كانوا بيستعدوا لعمليات ارهابيه خلال او بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد القيامة المجيد. طبعا هذه الاحتفالات بتبدا من يوم حد الزعف وبتمر كمان او بتوصل ذروتها بخميس العهد ويوم الجمعه العظيمه ويوم سبت النور. كل هذه الايام بيكون في احتفالات داخل الكنيسه وبيكون في تواجد للمواطنين هناك. هما بيستغلوا هذه الحالة، وده مش أول مرة. يعني احنا عندنا في 2017 حدث يوم 9 أبريل اللي هو كان بالتزامن مع يوم حد الزعف، كان حادث كنيسة طنطا. فهم دي عادة التنظيمات الإرهابية بشكل عام، إن هم بيستهدفوا المصريين والاحتفالات المختلفة خاصة التي يكون فيها نوع من الزحام، وكذلك التي تلقى رواجا اعلاميا، لان هم بيستهدفوا من وراء الحادث الارهابي اكثر من استهداف البشر، بيستهدفوا الشوق الاعلامي او اثبات الوجود اعلاميا بعد ان اصبح يعني ليس لهم اي وجود على الارض. يعني في الحقيقه الشعب المصري كشف حقيقه هذه الجماعه كويس، فبالتالي لم يعد لهم او لم يعد لديهم اي رصيد او تعاطف من قبل اي احد، فيريدون ان يتواجدوا على الاقل في الفضاء الاعلامي. نعم. طيب دكتور مصطفى، هذه الاهداف التي يعني عرفنا انها كانت هدفا لهم قبل ان يحبط مخططهم، لماذا هذه الاهداف بالتحديد؟ ما الذي يمكن قراءته في نوعيه الاهداف التي يختارونها؟ شوف يا فندم، يعني احد اهم الاسباب التي تدفع الارهابيين لمثل هذه النوع من العمليات هو البيئه التي يريدون خلقها في المجتمع المصري، وهي البيئه الطائفيه. لا يوجد في مصر طائفيه في حقيقه الامر، ولكن يريدون زرعها من خلال عمليه هنا او هناك بحيث تؤدي الى كره البعض للاخر، واتباعا لذلك يعني تحدث هذه الفتنة، لأن الإرهاب لا يتغذى إلا في البيئة الطائفية، فكلما كانت هذه البيئة موجودة كلما كان موافي الأمر للإرهاب. هذا من ناحية، من ناحية أخرى طبعًا بيستعدوا الغرب أو بيستعدوا العالم الغربي على الدولة المصرية لإشعارهم بأن المواطنين المسيحيين لا يأخذون حقوقهم وأنهم مضطهدون في بلدانهم، وذلك لا يكون إلا من خلال حادث مثل الذي كانوا يخططون له. كذلك اشعار المسيحيين انفسهم يعني بانهم غير امنين في بلادهم وان حكوماتهم غير قادره على تامينهم، وهذه الجزئيه بالتحديد هي جزئيه يسعى اليها في المقام الاول تنظيم داعش والعناصر السريعه له في مصر وغيرها من الدول العربيه. وجماعه الاخوان مؤخرا بدات تنتهج هذا النهج على يعني على سبيل الدقه، يعني لانها كانت في الاساس يعني بتبعد عن الكنائس، لكن مؤخرا بدات تسير على نفس خطى تنظيم داعش الذي خرج في الاصل من عباءه جماعه الاخوان الارهابي. طيب حين تقول وزاره الداخليه انها قضت على خليه ارهابيه يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيريه، هل يعني ذلك انه ايضا كان هدف هذه الجماعة وهذه العناصر التي تم إحباط مخططها كان هدفها أيضا يعني كانت تستهدف المسيحيين باعتبارهم يعني من الكفار، بما أنها تعتمد مفاهيم تكفيرية، هل هكذا نفهم استهدافهم للكنائس والمسيحيين في أعيادهم؟ ليس فقط هذا، بل هم يستهدفون المسيحيين والمسلمين على حد سواء، لأن المسلم في نظرهم
هو في الأساس ارتد عن دينه بموالاته لحكومة بلده، يعني هم يعتبرون هذه هي المفاهيم التكفيرية التي قصدها البيان، هو تكفير المجتمع بشكل عام مثلما كان يفعل سيد قطب، أنه يرى المجتمع كله مجتمع جاهلي، بل هو في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى التي كانت موجودة في الأزمنة الأولى يعني. وبالتالي هم لا يقتصرون فقط على استهداف المسيحيين باعتبارهم كفار، بل يكفرون المسلمين ايضا ويستهدفونهم. وطبعا التاريخ من 2013 لحد النهارده عدد الضحايا من مسلمين ومسيحيين على يد العمليات الارهابيه يعني يصعب حصره. وده جزء مهم الحقيقه حضرتك لفت نظرنا له في بيان وزاره الداخليه، فكره اعتناق المفاهيم والمصطلحات التكفيريه. المشكلة ليست في الأفكار في حد ذاتها، المشكلة في أن تترجم هذه الأفكار إلى سلوك على الأرض، إلى إرهاب فعلي. ولذلك أول سبيل المواجهة حقيقة هي المواجهة الفكرية، أن نواجه هذه الأفكار جنبا إلى جنب مع المواجهة الأمنية. يعني المواجهة الأمنية مطلوبة ومهمة طبعا، لأن من حمل السلاح لا يواجه إلا بحمل السلاح، ولكن الأفكار أخطر بكثير من الافعال، يعني لان الافكار لا تموت بموت اصحابها كما نعرف، وتنتقل من جيل الى جيل حتى اذا ماتت الخليه كلها فالافكار لا تزال حيه. فنحن نريد بالفعل تضافر مؤسسات الدوله كلها، وزاره الثقافه، الازهر والكنيسه، كل مراكز الشباب، يريد ان يكون هناك تكاتف حقيقي لكي يكون هناك مواجهه فكريه تسير جنبا الى جنب مع المواجهه الامنيه. نعم صحيح. طيب دكتور مصطفى، سؤال أخير ربما، قد يكون العالم الآن منشغلا بمواجهة فيروس كورونا، ليس مصر فقط بل العالم كله حتى في كبريات الدول، كيف تفكر الآن الجماعات التكفيرية أو الجماعات الإرهابية؟ هل سوف تختلف أجندتها وتوجد أولويات مختلفة الآن في ظل هذا الوضع العالمي الجديد؟ يعني اذا قسمناها يعني كذا تنظيم، وعلى سبيل المثال تنظيم داعش اللي اعلن في بدايه ازمه كورونا بتعليق عملياته، كان هذا نوع من الخداع، لانه بعدها بقليل بدا يعود الى عملياته ويستهدف الامنين مره اخرى في مناطق تواجده. جماعه الاخوان على سبيل المثال حرض عدد من عناصرها على الانتشار وسط المواطنين والبصق في وجوههم والعطف في أماكن انتشار قوات الأمن والمواطنين حتى تنتشر العدوى بأكبر قدر ممكن. وده يعني شيء بعيدا عن أنه ليس دينيا أو ليس أمر يعني موجود في أي دين، ولكنه أيضا غير إنساني يعني غير أخلاقي. كذلك التنظيمات الأخرى كالقاعدة وغيرها، هذه التنظيمات أعتقد أن أزمة فيروس كورونا سيكون بالنسبة لها فرصة لالتقاط الأنفاس، لأن هناك دول خففت من تواجدها العسكري من قوات التحالف، وهناك كذلك يعني معسكرات تدريب لهذه التنظيمات يعني تستمر حتى في ظل وجود الازمه، يعني ياخذون بعض الاحتياطات الاحترازيه ولكن لا يتوقفون عن ارهابهم، بل بالعكس انا اعتقد انهم ينتشرون اكثر ويعيدون ترتيب صفوفهم خصوصا في العراق وسوريا، يعني في مناطق بعينها حتى في الشمال السوري كمان. نعم. بدات يكون فيها تواجد حقيقي اكثر من ذي قبل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى حمزه الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه، كنت معنا عبر الهاتف.